في حاجة كمان مهمة جدا. ايه بقى؟ الناس اللي بتروح المقابر اول يوم العيد. يعني الحقيقة ان انا بشوف انه يعني الدين امرنا ان احنا نبتهج، يعني العيد وبنفرح وبنخرج وبنتفسح. ثانيا ان احنا بنروح المقابر عشان ناخد عظة المفروض يعني. فاحنا ايه الفكرة ان احنا نتجمع اول يوم العيد ويكون معانا اطفال وبنروح ناس كتير جدا وكأننا بنعيد جوه المقابر؟ انا بكون مقدرة جدا على فكرة مشاعر الناس اللي بيكون فارقها حد غالي عليها وهي بتكون مستوعبه ان انا رايحه كده افرحه او ان انا كده رايحه اعيد معاه، ولكن ده بالظبط. بس هو في الاول وفي الاخر لا، مش ده اللي الدين امرنا بيه. هو امرنا ان احنا نبتهج، وبتبقى الدنيا زحمه جدا لدرجه انه المناطق اللي بيكون حواليها مقابر مثلا زي صلاح سالم الدنيا بتكون مقفوله جدا اول يوم العيد طبعا. وخصوصا كمان الاطفال حرام يعني هم من حقهم ان هم كمان يتبسطوا بالعيد ويكون العيد بالنسبه لهم هو دخول البهجه، مش ان انا اوديه المقابر اول يوم. كلامك مظبوط جدا. ممكن نعمل ده يا جماعه، انما مش في اول يوم ولا في ثاني يوم، ممكن نخليه مثلا في رابع يوم لو انت حابب. اول موضوع طبعا وعايز انت جواك شعور نفسي ان انت عايز تشارك الشريك اللي في الحياه او المتوفي رحمه الله يعني معاك في المناسبه دي، ممكن تعمل ده. بس ايه يعني بعد تالت او رابع يوم العيد كده برضو يكون بشكل الطف، انت تدخل البهجه والسرور على اهل بيتك. طيب دي من ضمن الحاجات.